مرحبا بكم أعزائي الطلبة صف السادس العلمي الأحيائي في ثانوي التمييزية الحارثية. معكم مدرسكم المادة الفيزياء الأستاذ بكر العرجي. اليوم المحاضرة الخامسة في الفصل في شرح الفصل الخامس لموضوع الفيزياء الحديثة، هو فصل دقيق جدا. طبعا المحاضرات السابقة استغرقنا فيها واستوعبنا فيها يعني السؤال اللي هو ما هو سبب ظهور الفيزياء الحديثة، وهي فشلها في تفسير بعض الظواهر مثل شعاع الجسم الأسود وظاهرة الكرة الضوئية. شرحناها بالتفصيل، الجسم الأسود وقوانينه وتمثيله وإلى غير ذلك، وأخذنا ظاهرة الكرة الضوئية ومتى تحدث وكيف الخلية الكرة الضوئية، وفرق بين الشدة والتردد، والأمور اللي عجزت عن تفسير الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء وبدلتها الفيزياء الحديثة لبلانك، وكيف أينشتاين استطاع تفسيرها يعني بما يوافق الواقع التجريبي. اليوم راح نفوت في عمق أدق اللي هو الجسيمات، يعني دقائق والموجات، أو نقدر نقول المفهوم الموجي والمفهوم الجسيمي. فالحقيقة هذا الأمر شوية يريد يعني كلام جد ما نتكلم به، ما هي معناه في حقه، لأنه أمر جدا دقيق يتعلق حتى يوصل إلى الخلق والتركيب، يضرب فيه مسلمات عقدية يعني شرعية يعني عندنا كمسلمين أو حتى أصحاب الأديان السماوية من غير الحاديين. فالمهم احنا ناخذ ببساطة يعني ان شاء الله تعالى. حقيقة علم الفيزياء هو علم يختص بدراسة المادة والطاقة والعلاقة بينهما. فالمادة هي عبارة عن جسيمات، والطاقة تكون على شكل موجات احيانا. فالموجة لذلك من تعريف الموجة هي عبارة عن طاقة منتقلة. لو تلاحظ اي موجة تنتقل، مثلا حبل، موج هذا الحبل، راح تلاحظ جسيمات الحبل ما تنتقل، ولكن الذي ينتقل هو الطاقة بين جسيمات الحبل، فتجد هذا ينحني وذاك يتحدب ويتقعر والآخر، وبالعكس بالتناوب حتى تنتقل الطاقة بين جسيمات الحبل. لو الحبل كان مقطع إلى أحمر وأصفر وأخضر، ما تجد الأحمر بمكان الأخضر والأخضر بمكان الأحمر، لا، يبقى كل مادة في مكانها. فعلم الفيزياء يختص بدراسة المادة والطاقة والعلاقة بينهما. ما دام انه الطاقه جدا مهمه، ولك طاقه جدا مهمه في فهم النظريات الفيزيائيه. لو تاخذ الفيزياء الحديثه لبلانك تجد طاقه تساوي اتش اف، جعلها فقط تردد. لو تاخذ طاقه مال اينشتاين اللي هي الاي تساوي ام سي سكوير، المعادله المعروفه لاينشتاين الخاصه به وكل انسان قناعته طبعا، الاي تساوي ام سي سكوير، هذه ايضا طاقه، وهي يعني معادله غريبه. لو تلاحظ طرف طاقة وطرف مادة، فهو جمع بين المادة والطاقة في قانون تكافؤ الكتلة والطاقة، وهذا شيء يعني من الصعب يعني فهمه يعني وتحليله وإيقاعه في الواقع. المهم أنه هذا القانون نقبله كما هو، احنا نفهم في محض قبول ورد. ولو ترجع إلى قوانين نيوتن السابقة ستجد كل قانون طاقة لنيوتن لابد أن يحتوي على أم، أم يعني كتلة، جسيم، كل الطاقة الجسيمية، أم جي اتش طاقة كامل، نصف أم في سكوير، وهكذا، إلا ما كان من الطاقة الكهربائية اللي كان يعتمد على الشحنة اللي هي القوانين الكهربائية. إذا بالحالة راح نكون هنا، إحنا راح نركز على المفهوم الجسيمي والموجي من قوانين الطاقة، فناخذ قانون بـ M أو قانون بـ F وهكذا، إلى يعني بتركيز بسيط يعني. إذا هنا في القرن التاسع عشر تم تقعيد كثير من العلوم في الفيزياء، ورصدت كثير من الظواهر والحركات، وضعت قوانين الميكانيك والحق قوانين الحركة، ويعني واستطاعت أن تفسر حركة أي شيء إلى غير ذلك. ما بقى شيء واحد مجهول وهو الضوء. الضوء كان نيوتن يقول هو عبارة عن دقائق مادية، وغير نيوتن يقول هو عبارة عن موجات. وذلك مبدأ هايجنز في انتقال الضوء كان على شكل موجة، الكرة وجبهة موجة كروية تنتقل إلى غير ذلك، قد توصل رابع إعدادي. واختلفوا فيها إلى أنت ماكسويل، وقال هو عبارة عن موجة كرة مغناطيسية كما أخذته الفصل الرابع اللي هو الفصل السابق. وبعدين إجا ماكس بلانك فصار ميكسد بين
with ماكسز يعني ميكسد خلط بين الماكس بلانك وماكسويل، واللي هو ظهر اللي هو المفهوم الموجي الحديث اللي هو الضوء هل هو يسلك سلوك موجي أم جسيمي. إذا هنا سؤال أول، ما هي الظواهر تؤيد بأن الضوء يسلك سلوك الجسيمات؟ الظواهر تؤيد ذلك هي الظاهرة الكرة الضوئية وظاهرتي الإشعاع والامتصاص. إذا هو كجسيم لأنه يجعل الإلكترون ويحرر الإلكترون ويطلع من الإلكترون، وكأنه جسيم ضرب جسيم وحركه وأخرجه، هذا هو اللي يفسر أنه سلوك الجسيمات. وما هي الظواهر اللي تؤيد بين الضوء يسلك سلوك موجي؟ التداخل والحيوط والاستقطاب والانكسار، الفصل السابق اللي أخذناه اللي هي كانت سلوك الموجات البصريات الفيزيائية. إذا هذا هو يتعلق، إذا الضوء هل هو ما هو سلوك حقيقي الضوء بالعكس موجي جسيمي؟ لذلك الطبيعة النظرية الحديثة للضوء تنص على أن الضوء سلوك مزدوج، سلوك مزدوج، وهو أنه سلوك موجي وجسيمي، هو عبارة عن فوتونات يعني جسيمات يقودها في اتجاه سيرها مجال موجي. إذا فوتون وما يمشي مستقيم، يمشي على شكل موجة، هذا هو الأصل. لذلك ولكن إذا الضوء كم سلوك؟ سلوكين، ولكن أهم شيء أنه ما يمكن أن يظهران في وقت واحد، فلو ظهر السلوك الموجي للضوء في موقف معين مستحيل أنه نجد سلوك الجسيمي، وإذا لصدنا سلوك الجسيمي مستحيل أن نقصد السلوك الموجي معه. ولكن في حالة يسلك سلوك موجي وفي حالة أخرى يسلك سلوك موجي جسيمي ولا يظهرهما جميعا في آن واحد، يعني السلوكين متغيرين وليس في آن واحد. إذا ما هو السلوك الحقيقي للضوء؟ سلوكه جسيم وفوتونات يقودها في اتجاه سيرها مجال موجي. ما نظري حديثة لسلوك الضوء؟ فوتونات يقودها باتجاه سيرها مجال موجي. كيف نفسر هذا السلوك المزدوج للفوتون؟ يعني هم رتبوها بهذا الشكل، قالوا راح نساوي طاقة بلانك بطاقة أينشتاين. تعرفون بلانك إن E يساوي HF، وطاقة أينشتاين E يساوي MC سكوير، فلنساوي HF في MC سكوير راح يطلع عندنا، تعرفون MC يعني كتلة في السرعة يعني الزخم P، لذلك راح يصير عندي هنا MC سكوير راح يصير MC في H على F، كما ملاحظ هنا M يساوي HF على C، وراح أضرب طرفين في C راح يصير MC يساوي HF على C، هذا راح يصير PF على C هو لمدة. إذا راح يصير عندي القانون هذا الأخير اللي هو اللمدة يساوي H على P، أو اللمدة يساوي H على MC، وهذه معادلة متناقضة جدا يعني ما ممكن تستوعبها. انتبه هذا الطرف شنو لمدة، وهاي الكلمة شنو هذا الرمز M كتلة لمدة طول موجي، كيف يعني طرف موجي وطرف جسيمي؟ ولكن رغم تناقض هذه المعادلة إلا أن لها تطبيقات رياضية نظرية بحتة وليس لا علاقة لها بالواقع، ولكنه لمدة يساوي H على P اللي هو هذا هو قانون، واللي راح ناخذها همات أيضا بعد تعميم سلوك الفوتون على كل الجسيمات وليس على الفوتونات فقط. المهم من جت هذه العلاقة؟ استخرجناها من تساوي طاقة بلانك بطاقة أينشتاين HF يساوي MC سكوير، فحصلنا على هذا السلوك المزدوج للفوتون. على ماذا يعتمد زخم الفوتون؟ هذا الزخم بي يعتمد على طول الموجات ويتناسب عكسي إما. على ماذا يعتمد طول الموجي؟ يعتمد على زخم الفوتون ويتناسب عكسي إما. هو هكذا، واضح كلامي؟ لذلك راح يصير عندنا ناس يعني سؤال متناقض، فوتونان مصدر واحد أحدهما في الهواء والآخر في الماء، قارن بين زخمتيهما وطاقتيهما. إذا الفوتونان ما دام مصدر واحد، إذا التردد نفسه في الماء وفي الهواء ما يتغير، اللي يتغير في الماء فقط الطول الموجي يزداد في الماء، أما التردد فيبقى ثابت. لذلك الطاقة راح تبقى نفس زخم الفوتون في الماء أكبر من زخمه في الهواء، لأن طول موجة الفوتون في الماء أصغر منها في الهواء، طول الموجة أصغر، أي نعم أصغر عفوا يقل، أنا فاهم إنك تكبر شو يكبر، زخم الفوتون في الماء أكبر من زخمه في الهواء لأن طول موجة الفوتون في الماء أصغر منها في الهواء، وزخم الفوتون يتناسب عكسيا مع الطول الموجي حسب العلاقة، لذلك يكون الزخم أكبر يعني، أما طاقتين تكون متساوية حسب التردد. فتخيل جسيمين أو فوتونين يعني بنفس المواصفات، إذا بالماء
يتحول وسط آخر، تبقى الطاقة متساوية بس الزخم مختلف. وهذا أمر يعني سؤال جواب صعب تصوره. الموجات المادية، الموجات المادية هي تعميم لسلوك الضوء حقيقة. اللي احنا قلنا ان سلوك الضوء شنو؟ الضوء فوتونات يقودها في اتجاه سيرها مجال موجي. اتى دي برولي وعمم سلوك الضوء على كل جسيمات، قال مو بس الضوء عندما يتحرك يقود في اتجاه سير مجال، قال كل نظام ميكانيكي متحرك، يعني كل جسيم وكل جسم كبير او صغير، وليس جسيم، جسم كبير او صغير لابد من وجود موجات تصاحب حركه جسيمات حركه الجسيمات الماديه. اذا انه كل نظام ميكانيكي لابد من وجود موجات ترافق حركه الجسيمات. كانت الموجات السابقه ترافق بس حركه الفوتون، اذا كان فوتون يقوده في اتجاه سيري مجال موجي، هسه اي شيء تقذفه وما يطلع مستقيم، يطلع على شكل موجه، هكذا يقول دي برولي. بس احنا ما نشوفه لاسباب تعيات صراحه، نشوفه يحاول يخرج من هالمأزق اللي يقع به. فيقول فإذا كل نظام ميكانيك متحرك لابد من وجود موجات ترافق وتصاحب حركة الجسيمات المادية. ومن ذلك تبين أن دي برولي عمم السلوك المزدوج للضوء حتى جعله على الأجسام المادية مثل الإلكترونات، وهم جعلها سلوكين موجي وجسيمي. وهناك تجارب في الدهاليز أجريت، ما أدري صحيح أو لا، للتراكب وغيرها، والتي جعلها سلوكين عند حركتها موجي وجسيمي، وتسمى هذه الموجات الموجات المادية. فرق أن الموجات المادية لا موجات ميكانيكية ولا كرة مغناطيسية، موجات تصاحب حركة جسيمات، موجة تصاحب حركة الجسيم، وليست موجة ميكانيكية ولا كرة مغناطيسية. فالموجة المادية موجة من جنس جديد ليس لها علاقة بالموجات السابقة. كيف يمكن حساب طول موجة دي برولي؟ نفس العلاقة، لم داش على بي ونفس القانون، بس مكان السي هنا صار في، لأن قديمة كانت الضوء هسه عندي الأجسام فتصير ام سي، مكانها تصير ام في. كنا تطر هنا كان سابقا كان سي لأنه ضوء، سرعة الضوء، أما الآن أجسام تتحرك فنستخدم مكانها سرعة الأجسام اللي هي في. أنت تلاحظ هذه المعادلة، راح تلاحظ أنه لمدة يتناسب عكسيا مع ام، كل ما ازداد ام يقل لمدة، كل ما يقل أم يزداد لمدة. لذلك إحنا الأجسام الكبيرة أم لمدة شي يكون بها قليل جدا، فما اللعبة؟ والأجسام القليلة الكتلة إذا شي يصير بها أم يزداد، فنلاحظ حركة الضوء. لذلك هو هذا السبب والتعليل إنه عدم رؤية، عدم رصد هذه. لو تلاحظ هذا الرسم أمامك مثل العلاقة العكسية، أم كبير لمدة صغير، إذا أم صغير راح يكون لمدة كبير، اللي هو حسب هذه العلاقة المعروفة بالعلاقة بين الزخم والطول الموجي. وقلنا هاي منين حصلنا عليها؟ حصلنا عليها مساواة طاقة بلانك بطاقة أينشتاين، HF يساوي MC سكوير، وبعدين MC قلنا P، وإذا طلع طرفان البسطين طلع عندنا النتيجة هذه اللي موجودة أمامكم. على ماذا يعتمد طول موجة دي برولي؟ يعتمد على أم، يعتمد على الكتلة. هل الضوء موجة مادية؟ لا، الضوء موجة كرة مغناطيسية. نرجع نقول شلون قلنا موجة كرة مغناطيسية، وشلون نقول هو قلنا الضوء عبارة عن موجة وفوتون، لكن الآن قلنا موجة نقول موجة كرة مغناطيسية، أما إذا قلنا فوتون ففوتون يقودها في اتجاه سيرها مجال موجي. والحقيقة كثير يعني حتى بالكتاب مذكور أن الفوتون عبارة عن مادة، يعني جسيم عفوا. والحقيقة هي الفوتونات هي كتلة سكونية صفر، من تتحرك يلا تصير عندها كتلة. هذا أمر صعب تصوره، قلت لكم الفيزياء الحديثة فيها كثير من الأمور المبهمة اللي ما تنسجم مع الواقع. هل الضوء موجة مادية؟ ولماذا؟ الضوء ليس موجة مادية بل موجة كرة مغناطيسية. ماذا يحصل ولماذا؟ لطول موجة دي برولي الإلكترون يتحرك بانطلاق، لو انخفض انطلاقه وهي النصف، إذا انقل النصف يصير طول الموجي يزداد، لأن هذا النص صار أكيد عكسي راح يصير يزداد. ملاحظة، السلوكين الموجي والدقائق الجسيمات المحركة لا يمكن ملاحظتهما في وقت واحد كما في الضوء، ما ممكن اثنيناتهم دقائق وموجي، لو هذا لو هذا. كما أن معادلة دي برولي تنطبق على جميع الأجسام في الكون صغيرة أو كبيرة، من الإلكترون إلى المجرة. وهنا السؤال اللي جاوبنا عليه قبل شوية، لماذا لا يتضح السلوك الموجي أو الخصائص الموجية للأجسام الصغيرة عند حركتها، بينما لا تتضح للأجسام الكبيرة عند حركتها؟ بسبب أن الأجسام الكبيرة كتلتها عالية، إذا لمدة قليلة ما نلاحظها،
أما الأجسام الصغيرة تكون كتلة قليلة، إذا لم ده كبير وكم لاحظته، لأن طول الموجة صغير جدا بسبب صغر ذهب بلاك وكتلة الكبيرة إذا ما نلاحظها الأجسام الكبيرة. هذا ما يتعلق بموجة إبرة، لأنها مسائل مباشرة، لكنها جد طول موجة ديبرولي مرافق الإلكترون تحرك انطلاق منطقة الانطلاق اللي هو V نفسه، وكتلة الإلكترون هاي كتلة اللي هي M، وعندك ثابت بلانك ويريد لمدة تطبيق مباشر على القانون، يعني ما بيفد يعني معضلة أو شيء صعب. واللي بعدها أيضا جد موجة ديبرولي الكرة منطقة الأم مالتها منطقة الانطلاق عندك M وV، عندك ثابت بلانك أيضا نفس الشيء تطبيق مباشر. الأسئلة جدا سهلة في هذا الفصل، يعني لأنها أسئلة مباشرة جدا. هذا ما يتعلق ب ديبرولي والمفهوم الموجي والجسيمي. راح أجل مدخل إلى ميكانيك الكم ودائرة الموجة للدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأنه موضوع يعني نقدر نقول نفصله غير متعلق تعلق مباشر، وإن كان متعلق نظر تعلق نظري جدا عميق يعني مع ما سبق، ولكن كتعلق مباشر من حيث الشرح ما عنده تعلق مباشر. أرجو من الطلبة أحبائي أنه يراجعون هذه المحاضرة مراجعة جيدة ويتقنوها حتى إن شاء الله تعالى نكمل الدرس القادم على قاعدة ثابتة إن شاء الله. سأل التوفيق للجميع.